طلعوه في الكوفتير ورموه على الشعب. إخواني لا تنساوا الشهداء. من هنا كانت بداية المجاهد حسين مفتوح مع الثورة، من قصة صديق معلم اغتيل على يد المستعمر بأبشع الطرق بولاية باتنا. النهار معلم، الليل مخرب، كل واحد وش يجيب، واحد يجيب 15، واحد يجيب 20، ونروح نطيح الطريق. الأول بدينا بالتليفون، نحينا البطوات، ومن بعد ولاو داروا تحت الأرض، زدنا نحيناه. بداية النضال لدى عم حسين ليست ككل البدايات، فقد اختير رفقة 12 فردا من القرية ليلتحقوا بالثوار ويكلفوا بمهام خاصة. لكن ما قلت لك مركز حبار، كاش ما كان روح ديو الفلان، جيب فلان، هذا جندي ديه الفلان، هذا مريض ديه الفلان، كان جندي في الليل جابوه مريض، قالوا لي ديه، ديته هنا للمركز. مركز كاين المستشفى، المستشفى هذا ما يعرفوا قال ربي هما اللي يحموك على تعبوا بدارو ومريض. نمشي رحنا لقينا بيت، البيت تاع الشحر، قلنا له، قال ايه معليش روح نوريك. نمشي بالظلمة بالليل، حنا دخلنا للشجر وهربنا اللي باه يورينا المركز. خليني انا وياه، بيت لينا كامل بها لحقتنا وياه، ينوض المخلوق ويطيح. يعني كل عمل اللي كلفونا به ما تعاملوا بأي شيء، وتعاملوا يعني بعز وبفخر وكذا، ودرت وديت جندي فلان، وديت الكاتبة الفلانية. ويلات فرنسا وتعذيبها للمجاهدين في الولاية الأولى يستذكره المجاهد حسين بكل فخر، لأنها كانت حافزا للجهاد ودحر جنرالات ديغول. دايرين مطامر في هذاك المكان، هذاك دايرين مطامر دوزيام بيرو، الحفوي من العباد اللي يحكموا يلحوا في المطمر. انا المطمر هذيك اللي لحوني فيها كاين فيها واحد الاخر، قعدت انا خارج من المطمر، ما كفاتناش مطمر، خرجنا ضربني هنايا ويضرب فيا بكتبيات. فرحة الاستقلال وطعمه الخاص لا يزال محفورا في ذاكرة أبطال الجزائر الذين كتبوا أسماءهم بدماء غالية لتعيش الجزائر حرة مستقلة. الفرحة نتاع الاستقلال كي جا ما تخيلناش باللي الاستقلال، ما تكبرش لي يعني في العقل باللي همشت من العين يفرج عليك رب العالمين تصبح مستقل. احنا اللي حسينا له، احنا اللي تعذبنا،